هناك جهة في لبنان ورئيس لهذا الحزب، حزب في لبنان معين، هحكي هلا بالأسماء. كتير حلو هالحكي إنك تبلش خطابك بدون ذكر أسماء، معناها ما بدك الشخص اللي صار يوم الخميس يبري عليك. بالتحديد أنا عم بحكي عن حزب القوات اللبنانية ورئيس حزب القوات اللبنانية. بس ما تقلي أول حرف من اسمه سمير جعجع. طيب شو هذا اللي ما بدك تحكي اسمه؟ أولاً إنه القوات اللبنانية هلأ هي أقوى من زمان بشير جميل، وإنه عنده 15,000 مقاتل جاهزين، هذا اعتراف بوجود هيكلية عسكرية وسلاح وميليشيا. أنا بضل لك شو المنظمات العسكرية خارج الدولة، السلاح خارج الدولة، هذه وحدة من هاي الشواهد. يا لطيف، عن جد هذا اعتراف خطير ورسمي إنه عنده ميليشيا مسلحة داخل الدولة. وينية الدولة؟ وينية؟ وينية الدولة؟ وينية الدولة من هيدا الكلام؟ الدولة هي ضمانة كل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين. هذا الجيش إذا فرط هذا البلد بيروح على الحرب الأهلية وعلى التأسيس. حسين إيها؟ تعلم يا سمير جعجع كيف يكون الانتماء للوطن. عامل لي ميليشيا فيها 15,000 مقاتل وليه؟ بدك تعمل حرب أهلية وليه؟ بس حزب الله، وعم بيحكيك بس برجال، اكتب عندك 100,000 مقاتل. هل تعلم أن عدد أفراد الجيش اللبناني لا يتجاوز 60,000 عنصر؟ يا زلمة، عندك 100,000 عنصر ودائت عينك على 15,000 تبعون جعجع؟ هدول بيحتلوا لبنان بظرف ساعة، وبدكم العالم ما تخاف من سلاحكم؟ نحن بلبنان بدنا أمن وأمان وسلام وسلم أهلي. نحن معركتنا الأساسية هي مع الاحتلال الإسرائيلي، مع المشروع الصهيوني، مع أطماع إسرائيل. تقع دولة إسرائيل شمال فلسطين، ومن أهم محافظاتها بيروت وحمص وحماة ودمشق وحلب وإلخ إلخ إلخ. ومن أهم معارك الحزب مع إسرائيل معركة تحرير بيروت بسبعة أيار. الشاهد الوحيد الذي قد يستخدمه البعض للتخويف من سلاح المقاومة هو شاهد سبعة أيار. وبالفعل بدأت الحرب، خرج المقاومون من مربعاتهم الأمنية. طيب ونحن كنا موجودين في العاصمة ولنا نحو سيطرة على العاصمة بحسب ما حصل في سبعة أيار. سبحان الله. وملأت مواكب مسلحي الحزب وأمل والقومي والبعث شوارع بيروت بطولها وعرضها من دون حسيب ولا رقيب. أنا أعلن سبعة أيار يوما مجيدا من أيام المقاومة في لبنان. يعني معلش يا سمحت السيئة، خلينا نكون واقعيين، طبيعي باقي مكونات الشعب اللبناني وخصوصا المسيحيين يخافوا على حالهم وعلى وجودهم، لأنه كل ما زعجك قرار من الحكومة بتبعت 100,000 تبعونك يحتلوا البلد. طيب نطلع على سوريا، فيكن أيها المسيحيون في لبنان، فيكن تسألوا أهل مدينة وبلة بالقصير كيف تصرف حزب الله؟ سماحتك ما قلت لنا شو عمل الحزب بالقصير يا ترى؟ اللي صار بالقصير أنه والله في شباب طلعوا على مسجد من مساجد مدينة القصير وحطوا راية سوداء مكتوب عليها يا حسين. هلأ المسيحيين بيكونوا عم يقولوا لحالهم إذا مع السنة عملوا هيك فشو رح يعملوا فينا نحن اللي من غير دين إذا احتلوا البلد؟ أيها المسيحيون في لبنان، نحن مش تهديد ولا عدو ولا خطر، اللي سماهم المعارضة في سوريا. لو هول نجحوا سيطروا على سوريا، وين كان صاروا المسيحيين في سوريا؟ ما كان بقي مسيحي بسوريا، وما من ربي حجميل لحدا. نحن كمسلمين قانون الستين مش مصلحتنا، لعيون حلفائنا المسيحيين أملوا حزب الله مش بقانون الستين. كمان لأنه دغري هلا حدا بيطلع بيقول عم بيربحوا جميلة، أبدا، نحن أمنا بواجبنا. أمس يوم الخميس إذا اعتدت القوات اللبنانية علينا وقتلتنا بالشارع وضبينا شهدائنا وجرحانا وصبرنا، منكون عم نحافظ على الوجود المسيحي وما منربح جميلة لحدا. طيب قانون الانتخاب واللي عمل أفضل تمثيل للمسيحيين بلبنان في تاريخ قوانين الانتخاب، طيب هذا القانون لو ما حزب الله وحركة أمل كان بينعمل مش عم يربح جميل، عم نحن شو عاملين؟ وعندما أراد اليهود صلب السيد الرئيس، عندما أراد اليهود صلب السيد المسيح تصدت لهم قوات حزب الله ومنعتهم. هل لديك كشات أقصد أقوال أخرى؟ إيه نحن صوص ما قتلنا، صوص ما قتلنا. لا تواخذونا، بس كشة الفيلة تبعيتي اختلطت مع كشة التماسيح تبع جارتي،